انت بعد ماتش امبارح تواصلت مع شناوي باي طريقه؟ لا 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 ما تواصلتش خالص. ما تواصلتش خالص. حالته المعنويه ولا لا؟ ما تواصلتش مع شناوي خالص. تتوقع حالته المعنويه والذهنيه دلوقتي وانتقادات كثيره؟ بص انا عايز اقول لك على حاجه. بص احنا زي ما انت عارف العالم بقى قد كده. في اي مكان في العالم بتوصل له سهل جدا طبعا. لا انت تتوقع شخصيه الشناوي يتعامل ازاي مع هذه الضغوط؟ مش اول مره. يعني برضه في نفس النقطة اللي بنتكلم فيها دي كانت بعد مباراة الهلال. صح. يعني نفس اللي حصل ده بالظبط بعد مباراة الهلال وحصل. وانا موجود في النادي الاهلي كان يعني بص زي ما بقول دايما حارس المرمى لازم انت في النادي الاهلي وانت كبرت قوي 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 في النادي الاهلي وبقيت عندك تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي لما جيت من بتروجيت انت جول كنت جول بتروح حتى لما كنت بتروح منتخب مصر كنت بتروح ثالث او رابع يعني ما انت الظاهر ولعبت 8 سنين بره النادي الاهلي لعبت بتروجيت ولعبت حرس الحدود ولعبت طلائع الجيش انديه محترمه جدا بس غير النادي الاهلي انت عملت تاريخ في النادي الاهلي بقى محمد الشناوي نجم سوبر ستار في النادي الاهلي بقيت يعني تاريخك ده كله عملته في النادي الاهلي فكل التاريخ ده لما بيحصل بقى اخفاق ولما بيحصل خطا او بيبقى فيه هجوم عليك سواء من السوشيال ميديا بقى او من الاعلام او من جمهور النادي الاهلي لازم تتقبل الكلام ده. صحيح. ما ينفعش ابدا ابدا انا بقى شخصيه ضعيفه بقى. وده شفناه مع الشناوي. ما هو الشناوي رغم بيحصل هزات طول ما انت بتلعب كنت دايما اقول لحارس المرمى بقول له مش عايز تغلط يقول لي اقول له انا اقول لك على يعني لو فكره ممكن ما تغلطش ابدا. فاقول له يقول لي يا كابتن قول اقول له تبطل كوره مش هتغلط. صح ببساطه يعني ببساطه مش عايز تغلط انا اقول كده يعني خد بالك انا بشيل من عليه ضغوط. صح. انا بقول له يعني مش معنى كده برضو ان انا بقعد اقول له انت عامل زي الطيار. الغلطه بفوره الطيار ما ينفعش يبقى عنده خطا ما خطا دي بقى الطياره هتقع بالظبط فاهمني. فبرضو نفس الفكره بس ايه بس انا دايما انا اصعب عايز الخطا يبقى عزيز قوي. الخطا ده يبقى بص لازم ابقى بعمل كل حاجه صح. صح. تركيزي 100% تمريني 100% كل حاجه اعملها 100% صح وبقى التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. مظبوط.